سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد حلوه او صابلي مالح البنات، شي حاجه اللي زوينه كتجي روعه بثلاثه تشكيلات اللي مختلفين على بعضياتهم بعجينه واحده. هنا كبداتي في المقادير شويه الملحه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر غير صغيره، وعندي شويه الابزار، ثلاثه الفرماجات، معلقه ديال الزبده، وعندي هنا واحد البيضه، عندي معلقه ديال الثومه، معلقه كبيره، ومعلقه ديال البصله كيف ما كتشوفوا معايا غبره، عندي الفرماج كيف ما كتشوفوا معايا اللي غادي نحكو، نص كاس ديال الزيت البنات، والزرارع كيبقاو على حسب الذوق. هنا كبداتي الدقيق تيبقى على حسب الخليط، وهنا عندي الفلفله او السودانيه اللي كتكون حاره كتزيدوها على حسب الرغبه او الهريسه. هنا عندي الزعتر، عندي البافو، عندي الثومه والبصله اللي درتهم كيف ما شفتوا معايا، وندوزو على بركه الله باش نبداو. صافي، هنا غادي نخلط كلشي مع بعضياته حتى الاخر، عاد نزيد شويه ديال الحار كي قلت لكم، تقدروا ديروا الحار غبره اولا ديروه هريسه. بداتي هنا قسمت العجينه على ثلاثه كيف ما شفتوا معايا. انا غادي نبدا بالشكيل الاول كيف ما شفتوا، فرشت واحد البلاستيكه وغادي نغطي بالاخرى كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نورقوا هنا على هذه البلاستيكه. هنا البنات كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتوا، على حسب الطوابع اللي نتوما بغيتوا تستعملوا. هنا غادي ندير هذا الطابع هذا الاولاني كيف ما شفتوا معايا، كيف ما كتشوفوا كنبقى صافي. من بعد ما ورقتها كندير الطابع اللي اختاريت هانتوما على هذا الشكل هذا، وكنبقى كنحط في الطاولة اللي فرشت فيها ورق الزبده. صافي، هنا كبداتي عمرت الطاوه كيف ما شفتوا معايا، خديت واحد البيضه راه شديتها وطربتها مزيان مع واحد النقيطه ديال الخل، غادي ندهن بها هذيك الحليوه، ومن بعد غادي ندير فيها الزرارع كيبقى كيدير لكم على حسب الذوق. انا حطيت حدايا بزاف ديال الزرارع، ومن بعد عاد اختاريت اشنو غادي ندير. هنا خديت زرعت القرعه والزريعه ديال نوارة الشمس، وعندي زريعه الكتان، هما اللي غادي ندير في هاد الحلوه الاولى هادي.
بيدات هنا غادي نبدا ندخلها الفران، بعد ما خرج ان شاء الله نوريها لكم نبدا عاوتاني في الشكل الثاني. هنا لكم بدات الشكل الثاني كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما عاوتاني غنورقوا بنفس الطريقه، هانتوما كديروا بلاستيكه ولا ورق لتحت وكتعاودوا بلاستيكه عاوتاني باش تجيكم سهله، باش ملي كتبيو تهزوها ما كتجيكمش صعيبه، فهمتوا؟ هكا كتخليها كتهز بسهوله. صافي هنا خديت قطاع البنات ولا غير رموس، المهم غادي نبقى كنقطع وتنقد في الجناب حتى تجيني مقاده كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي ندهنها بهذاك البيضه، هنا كيف ما شفتوا معايا هذا هو الخليط اللي درت في الاول، يعني راه باقي عندي، وغادي نرشها مزيان بالبافور. صافي غادي نقسمها على الطول من بعد على العرض، يعني حتى يجوني مربعات. صافي هنا من بعد ما غادي نكملها ان شاء الله وندخلها الفران نخرجها ونوريها لكم وندوزو للشكل الثالث. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما طاب هذاك الشكل، هانتوما كيجي زوين البنات، عند الشكل الاول وهذا الشكل الثاني كيف ما كتشوفوا معايا، وكيكونوا البنات هشاش يعني ما تقيسوهمش حتى يبردوا. الناس كي قلت لكم الشكل الثالث، يعني كناخذ نفس الطريقه البلاستيك وكندير العجين عاوتاني بلاستيك من الفوق ولا ورق الزبده، كنقطع بهادي او شي كاس ولا شي حاجه، المهم شي حاجه دائريه. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا معايا نبقى بحال هكا حتى نكمل هذوك الدوائر اللي بغيت ونرجع لكم.
هنا البنات كيف ما شفتوا معايا، هنا قربت لكم شديت التليفون بيديا. هنا الكبيدات كناخذ هذيك العجين كندهنها بالطماطم يعني ديال البيتزا، كيف ما شفتوا معايا ندير فيها الفرماج وكندير فيها الزعتر، من بعد كنقطعها كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا. انا غادي نعاود نصايب معكم هذا الخبز باش تشوفوه، وهنا قربت لكم مزيان باش يبان لكم مزيان، حيت شويه صراحه الفيديو جاني شويه مظلم ما عرفتش علاش، ولكن ماش من الجو ولا ما عرفتش، المهم جاني شويه مظلم. هنا كبيداتي شوفوا معايا من بعد ما خرجتهم من الفران وكتبقى فيهم ديك التقطيع، يعني كندوز عليهم الجراره وكيعاودوا يتقطعوا كيف ما شفتوا معايا البنات، كيجيو روعه روعه البنات، كيجيو زوينين. هانتوما كي قلت لكم ما تقيسوا حتى شي حاجه حتى تبرد مزيان، يعني ملي تطيبوا الطاوه كتخليوها حتى تبرد ديك الحليوه اللي فيها عاد كتقيسوها. الناس صراحه راه هشيشه بزاف هاد العجين. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، شي حاجه اللي زوينه البنات، شي حاجه اللي طوب كيف ما شفتوا معايا دغيا وجدناهم. ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر، قولوا لي في التعليق وقولوا لي كيف جاوكم. شكرا لكم كامل.